قال ربنا أخرجنا لهم، وهذا جواب الشرط، لأن إذا شرطية وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. المفسرون قبلنا تكلموا في قضية الدابة، وتوسع القرطبي وغيره في بيان ذكر أقوال العلماء في ما هي الدابة. فبعضهم يقول إنها هي الجساسة التي رآها تميم بن أوس الداري في الحديث المعروف بحديث الجساسة الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق الشعبية عن فاطمة بنت قيس. ووجه الدلالة عند هؤلاء أن الجساسة جاء فيه أنه كثير الشعر لا يعرف دبره من قبله، أو لا يعرف قبله من دبره، فهذا من جعل من يقول إن الدابة هي الجساسة، هذا قول. وقال آخرون إن الدابة هي الثعبان الذي كان مشرفا على جدار الكعبة، إذ ورد تاريخيا أن قريشا لما أرادت أن تجدد بناء الكعبة، وكان سن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 35 عاما، لما قدموا إليها ليهدموها ويعيدوا بناءها كان هناك ثعبان مشرف على جدار الكعبة فهابوه ورجعوا، فجاء عقاب وحمل الثعبان. فقالت طائفة من العلماء فيما يروى عنهم أن الدابة هي الثعبان الذي كان مشرفا على جدار الكعبة. قال الآخرون إن الدابة التي تخرج في آخر الزمان هي الفصيل الذي كان مع ناقة صالح، وهؤلاء أخذوا هذا الأمر من باب أنه ورد في بعض الأحاديث عن الدابة أن لها رغاء، فقالوا الرغاء من خصائص الإبل، وهذا الفصيل عقرت الناقة وهو قد بقي فهو الدابة. وكل هؤلاء عفى الله عنا وعنهم فيما يبدو لنا تكلف غير محمود لم يكلفنا الله به، وإنما قلناه لأنه مذكور في الكتب حتى يكون السامع على بصيرة. لكن لفظ دابة في اللغة يطلق غالبا على غير الإنسان مما يدب على الأرض وله حياة، مما يدب على الأرض يمشي على الأرض وله حياة، في غير الإنسان يطلق عليه دابة. وقد يطلق على الإنسان إذا أخذنا بالعموم، وما من دابة إلا على الله رزقها، لكن إذا قيل بمثل هذه الطريقة من غير سياق فلا ينصرف إلى بني آدم. فقال الله عز وجل أخرجنا لهم دابة من الأرض، وأكثر أهل العلم، وهذا أقرب إلى الصواب لكن ليس به حديث مرفوع صحيح صريح، أنها تخرج من مكة. قال ربنا تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، تكلمهم تخاطبهم هذا المعنى المتبادل، أو تكلمهم بمعنى تجرحهم. ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال كلا الأمرين يكون منها، تخاطب المؤمن وتسم الكافر، تخاطب المؤمن وتسم الكافر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا قول حسن ولا منافع، يعني لا يوجد ما يمنع ذلك، أن تكلم المؤمنين وتكلم تجرح الكافرين. وقالوا في وصفها إنه لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، كما قالوا في وصفها إنها قد تأتي للرجل وقد بدا له أن يصلي ويستعيذ بالله منها، فتأتيه من ورائه وتقول له يا فلان الآن تصلي، ثم تسمه. وأيا كان الأمر فإنها دابة تخرج في آخر الزمان، لما روى مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولم أنسه، قال عليه الصلاة والسلام إن أول الآيات ظهورا طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة على الناس ضحى، فأيتها كانت الأولى كانت الأخرى على إثرها قريبا. فهناك تلازم ما بين طلوع الشمس للناس من المغرب وما بين خروج الدابة. وظاهر السنة والقرآن والعلم عند الله، ظاهر القرآن والسنة والعلم عند الله أن بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد خروج الدابة يقفل باب التوبة، ولا يتمكن كافر أن يؤمن، ولا يكتب لمؤمن أن يكفر. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
قال رب العزة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إن جعلنا أن مفتوحة فيصبح الكلام الذي تقوله أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لأن يصبح أن ما دخلت عليه مصدر مؤول في محل نصب مقول القول. وإن قلنا إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يصبح تكلمهم كلاما لم يذكره القرآن. والعلماء يقولون قالب معناها يدور فلك قولها حول قولي إنه لا دين خير من دين الإسلام، فيصبح قول الله عز وجل إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون على هذه القراءة يصبح هذا تذييل للآية، يصبح تذييلا للآية ولا يصبح هذا مما تقوله الدابة للناس، والأول أرجح والعلم عند الله. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن خروجها من أمارات الساعة الكبرى التي أخبر الله عز وجل عنها وقد نص الكتاب عليه، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.